تحية طيبة مشاهدي قناة الأنبار الفضائية بالحلقة الجديدة من برنامج أروقة جامعية، حلقتنا المخصصة لهذا اليوم عن كلية القانون والعلوم السياسية، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، معي الأستاذ المساعد الدكتور مفيد نايف تركي، عميد كلية القانون والعلوم السياسية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله، شرفتوا. دكتور، بداية لو حبذا تعطينا نبذة مختصرة عن كلية القانون والعلوم السياسية منذ التأسيس إلى يومنا هذا. كلية القانون والعلوم السياسية كانت قبل عام 2000 هي جزء من أو قسم من أقسام كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الأنبار عندما كانت في الموقع الجامعي في الفلوجة. بعد عام 2003 وبالذات عام 2004 انقسمت إلى قسمين، كلية القانون في الفلوجة وكلية القانون في الرمادي، واحتفظت في حينها كلية القانون الفلوجة باعتبار هي الكلية الأصل، واعتبرت كليتنا هي الكلية المستحدثة. بعد ذلك استمرت هذه الكلية في موقعها الجامعي، وفي عام 2006 إلى 2007 استحدث قسم العلوم السياسية ليضاف إلى قسم القانون، فأصبحت كلية القانون والعلوم السياسية. الكلية في مسيرتها العلمية خرجت العديد من الدورات، سواء في قسم القانون في قسم العلوم السياسية، ويوجد لدينا دراسات عليا في قسم القانون العام لدراسة الماجستير في قسم القانون، وإن شاء الله هذا العام الدراسي سيتم استحداث قسم الدراسات الدولية في قسم العلوم السياسية. دكتور، ما هي أوجه التقارب بين كلية القانون والعلوم السياسية والخدمات السياسية التي تقدمها للمجتمع؟ طبعا كلية القانون والعلوم السياسية بتخريجها من عدد من الدورات وتخريجها عدد من الطلبة الكفؤين، طلبتنا الآن موجودين في كل ميادين القانون،
طلبتنا موجودين الآن كمحامين موجودين سواء في محكمة الأنبار أو في محكمة الفلوجة أو حتى في محاكم بغداد، وطلبتنا أيضا الآن موجودين كطلاب دراسات عليا، بل العدد حوالي عندنا خمسة طلاب من طلاب كليتنا الآن هم تدريسين زملائنا الآن بعد حصولهم على شهادة الماجستير في الكلية، وهم الآن يباشرون عملية التدريس في هذه الكلية، بالإضافة إلى جميع دوائر الدولة. أينما تذهب في دوائر الدولة تجد خريجي كلية القانون والعلوم السياسية ضمن القدرات التي هيئتها الكلية في سبيل خدمة المجتمع. دكتور، هناك الكثير من يتحدث من طلبة وغيرهم إلى أن هناك يعني شطر لقسم العلوم السياسية ليصبح كلية بحد ذاتها. طبعا فكرة موضوع استحداث كلية العلوم السياسية، أي جعل قسم العلوم السياسية كلية مستقلة بذاتها، فكرة هي تعود إلى عام 2013-2014، وفي حين حصلت موافقة مجلس الجامعة على استحداث كلية العلوم السياسية عام 2014-2015، لكن بسبب الظروف اللي شهدتها المحافظة بشكل عام، شهدها العراق، وأيضا شهدتها جامعتنا بسبب التهجير والنزوح، تم تأجيل هذه الفكرة إلى ضمن الخطة إلى سنة 2019-2020، العام الدراسي 2019-2020. إذا توفرت الملزمات المادية الكافية سيتم إن شاء الله استحداث كلية العلوم السياسية في جامعة الأنبار. دكتور، أخيرا يعني ما هي الخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى إليها الكلية من فتح دراسات إلى آخره؟ طبعا الكلية عزمت منذ العام الدراسي الماضي على استحداث دراسة الماجستير في قسم القانون الخاص. احنا عندنا ماجستير قسم القانون العام، نعم، وايضا عندنا لازم استحداث ماجستير قسم القانون الخاص، ومشينا خطوات في سبيل انجاز هذا الموضوع. كان عندنا بعض المشاكل، ان شاء الله الحمد لله الان بمساعدة رئاسة الجامعة تجاوزنا الكثير من هذه المشاكل الان، واحنا بشأن الاستحداث ان شاء الله. ايضا في مجال الدراسات العليا كانت الفكرة أن يتم استحداث الدكتوراه في قسم القانون العام، لكن جابهتنا بعض المشاكل، وكانت مشيئة القدر هو أني فارقنا الدكتور محمد حردان الله يرحمه باعتباره ومرتبة أستاذ دكتور، وإحنا بحاجة إلى مرتبة إلى درجة أستاذين بدرجة الأستاذية، فإن شاء الله راح نتلافها إن شاء الله. عندنا موجود عدد من الترقيات العلمية راح تصدر عن قريب، ونتلافى هذا الموضوع إن شاء الله. فماشين في طريق استحداث الدكتوراه في قسم القانون العام، وأيضا مثل ما بينت قبل قليل سيتم استحداث الدراسات الدولية لطلبة الماجستير في قسم العلوم السياسية. وأيضا الكلية منذ العودة بعد سنوات التهجير عملت الكلية على تأهيل مكتبة الكلية، يعني لو حضرتك تروح وكاميرتك تسلط على مكتبة الكلية راح أشوف مكتبة الكلية غير شكل. قبل التهجير كان الشكل، اليوم هي شكل آخر، اليوم هي بشكل أوسع، تم توسيع المكتبة، تم شراء عدد كبير من الكتب، وإن شاء الله احنا في طريقنا أيضا إن شاء الله هذا العام الدراسي أنه أيضا تم شراء كتب لدعم هذه المكتبة باعتبارها هي المكتبة القانونية الوحيدة الموجودة هنا في جامعة الأنبار، وأيضا في محافظة الأنبار، ويرتاد العديد من الباحثين سواء من داخل الجامعة أو خارج الجامعة إن شاء الله. Thank you.
أحبتي المشاهدين، لازلنا مستمرين وإياكم معي الأستاذ المساعد الدكتور محمد دحام كردي، معاون العميد للشؤون الإدارية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. دكتور، في الفترة السابقة تعرضت كلية القانون والعلوم السياسية حالها كحال جامعة الأنبار إلى فترة نزوح، كيف تم التعامل مع هذه الفترة؟ نعم، حقيقة عندما دخلت عصابات داعش الإرهابية إلى جامعة الأنبار تم اختيار موقع بديل في كلية الطب في داخل مدينة الرمادي، بقينا فيها لعدة أشهر. بعد أن سقطت مدينة الرمادي بيد العصابات الإرهابية تم اختيار الموقع البديل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاختيار الموقع البديل في كلية الزراعة أبو غريب. من هنالك بدأنا بمرحلة أنه لابد أن يكون التعامل مع واقع حال. بقينا فترة أدينا الامتحانات، لكن كانت على مضض لكون أنه البنايات والإنشاءات والموارد البشرية والموارد المادية غير متوفرة بشكل جديد، ولكن بفضل الله تعالى بعد أن تم تحرير مدينة الرمادي تمت العودة الميمونة إلى أروقة جامعة الأنبار وإلى كلية القانون والعلوم السياسية تحديدا. حقيقة فوجئنا بحجم الدمار. يعني طيب انه ما نعرف انه الكلية تعرضت، نعم، الى بعض يعني مظاهر الدمار والخراب، نعم، كيف تم تأهيل الكلية من جديد ومتى تم تأهيلها بشكل عام؟ نعم، حقيقة بعد العودة كان حجم الدمار والخراب اللي داخل كلية القانون، نعم، والسياسة كان كبير جدا، نعم، يعني سواء فيما يتعلق بالأثاث او في الأبنية والمنشآت، لكن باستخدام الجهود الذاتية وبالتعاون مع منظمة UNDP تم إعادة تأهيل البنايات الرئيسية لا سيما في مبنى العمادة والقاعات الدراسية كمرحلة أولى. المرحلة الثانية بدأ بإعادة تأهيل أغلب القطاعات اللي ما أهلناها بالمرحلة الثانية، وصلت المرحلة الأخيرة إلى إعادة تأهيل المكتبة المركزية، المكتبة الكلية الأساسية. حقيقة مكتبتنا كانت من أكثر المكتبات رصانة علمية، ومن حيث عدد الدوريات كما ونوعا، كان يوجد في المكتبة أكثر من 5000 عنوان بين كتاب ودورية وأطروحة، بالإضافة للأرشفة الإلكترونية. تم بجهود الكلية الذاتية من خلال المكتبة تعرضت بشكل، نعم، كامل، نعم، أيضا تعرضت بشكل كامل إلى عملية، نعم، النهب والخراب، نعم، لكن استطعنا بجهودنا الذاتية أن نجلب العديد من المصادر، وبتبرعات طبعا قسم من الأخوة التدريسيين أيضا، والهدايا اللي جتنا من خارج الجامعة. استطعنا الآن، وصلنا العدد إلى أكثر من 2000 عنوان موجود الآن في المكتبة في تخصصي القانون والعلوم السياسية، ونسعى إلى إعادة تأهيل المكتبة بشكل أفضل بما يستفاد منها طلبتنا الأعزاء في بحوث التخرج لمرحلة البكالوريوس وبحوث الرسائل الجامعية لمرحلة الماجستير.
أحبتنا المشاهدين، لازلنا مستمرين وياكم ومعي الأستاذ المساعد دكتور محمد خالد، معاون العميد لشؤون التسجيل والطلبة. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، مرحبا بقناة الأنبار في أروقة جامعة الأنبار، وتشرفنا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية كيف تقيمون المناهج العلمية التي تقدمونها للطلبة؟ تعتبر حقيقة المناهج العلمية التي نقدمها إلى الطلبة في مجال القانون والعلوم السياسية متكاملة، وكذلك مناهج رصينة، كوننا نرتبط ارتباطا مباشرا بوزارة التعليم العالي التي أعطت فسحة للأستاذ الجامعي في أكثر من منهاج أو أكثر من مقرر، بحيث يستطيع الأستاذ الجامعي إجراء مزاوجة بين هذه المناهج والخروج بزبدة أكاديمية وعلمية للطالب، بحيث يستطيع الطالب أن يغذي فكره منها وتكون ملائمة لحاجة المجتمع القانونية ومواكبة للتطورات القانونية والسياسية والتشريعية التي تصدر في البلاد، بحيث يستطيع الطالب الخروج بفكرة عامة ودسمة إن صح التعبير في مجال علم القانون والعلوم السياسية. دكتور، ما هي النشاطات اللي تقدم الكلية من إقامة ندوات وورش عمل بما يخص الواقع القانون السياسي بالعراق؟ لقد دأبت كليتنا، كلية القانون والعلوم السياسية، على مواكبة التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أو على الصعيد الدولي، وبلا فخر حقيقة كانت الكلية السباقة في جامعة الأنبار وعلى أعتقد حتى على مستوى الوزارة في إقامة الندوات والمحاضرات، لدرجة أنه قد بلغ عدد الندوات العلمية التي أقمناها في الفصل الدراسي الأول ما يقارب 6 ندوات علمية، كلها كانت ندوات فعالة تلامس المستجدات والمتغيرات التي طرأت على مجتمعنا، وكذلك تحاكي حاجة المجتمع الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وكذلك حاولنا من خلالها البيان مدى التطور القانوني والسياسي الذي طرأ على العالم، ونقل هذه التجارب إلى محافظتنا وإلى كليتنا الكريمة. دكتور، راح نتحدث عن المجلة العلمية اللي تقدمها الكلية، ما هي الخدمات اللي تقدمها هذه المجلة داخل وخارج الكلية؟ حقيقة مجلة كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الأنبار تعتبر من المجلات العلمية الأكاديمية الرصينة، وكونها حقيقة تهتم بنشر البحوث القانونية والسياسية وتلقى رواجا واسعا من قبل القراء والمهتمين والأكاديميين والمختصين في مجال علم القانون والسياسة، ومن من مميزات هذه المجلة أنها تهتم بنشر البحوث العلمية الرصينة التي دأب حقيقة القراء على الاستمتاع بها ضمن فحوى المجلة. ولذلك حقيقة تنفذ المجلة بالأعداد التي تصدر، لدرجة نعيد طباعتها لمرة ثانية وثالثة أحيانا بسبب الزخم الكبير الذي تتمتع به والثقة العالية التي تحظى بها لدى الكثير من القراء والأكاديميين المتخصصين أو الطلبة في مجال القانون والعلوم السياسي وحتى المواطنين ودوائر الدولة بشكل عام. لذلك حقيقة تعتبر مجلة رائدة، ونعمل أيضا على تطويرها من خلال إيجاد محكمين دوليين ومختصين طبعا في مجال قانون العلوم السياسية من أجل رفع رصيد المجلة إلى تصنيفات عالمية علمية عليا إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، ما هي المشاريع المستقبلية اللي ترمو إليها الكلية من فتح دراسات عليا وفي لدى الاختصاصات القانون والعلوم السياسية؟ بالنسبة للدراسات العليا، أنا لا أخفيك سرا أن قلت أن الكلية حقيقة من أولى أولوياتها واهتماماتها البالغة تطوير هذه الدراسات، فقد تم افتتاح الماجستير القسم الخاص في القسم العام في سنوات سابقة، وبإشراف مباشر طبعا حاليا من قبل السيد عميد كلية القانون والعلوم السياسية الأستاذ المساعد الدكتور مفيد نايف، وبإشراف أيضا السيد رئيس الجامعة المحترم الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم.
حيث أصروا على أن تستكمل الكلية إجراءات افتتاح الدراسات العليا من ماجستير قسم خاص ودكتوراه قسم عام وأيضا ماجستير في العلوم السياسية، لكن هذا الأمر يعني في طور العمل، والوزارة أوعدتنا وزارة التعليم العالي بفور استكمال إجراءات وتهيئة البنى التحتية من مكتبة ومن كادر تدريسي. سيتم إن شاء الله على السنة القادمة في أقصى حال افتتاح دراسات عليا في كافة التخصصات، لي على الأقل يعني رفد المحافظة بحملة شهادات العليا في الماجستير والدكتوراه في القانون وأيضا العلوم السياسية، وتلبية الحاجة المتزايدة للمجتمع لهكذا تخصصات، ونكفي طلبتنا وخريجينا من السفر إلى خارج العراق من أجل الحصول على شهادات عليا. ستكون إن شاء الله الجامعة وكلية القانون والعلوم السياسية السباقة في هذا المجال، وإن شاء الله يكون لنا دور كبير في هذا المجال في على المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، نتمنى يعني لكم المزيد من التألق والتقدم بالمسيرة العلمية على المستوى المحلي والدولي. شكرا جزيلا، وتشرفنا بكم بقناة الأنبار في هذه الكلية وفي هذا الصرح العلمي الكبير. شكرا جزيلا. طيب، نرحب بقناة الأنبار الفضائية اليوم اللي تتواجد بكلية القانون والعلوم السياسية حتى تنقل واقع جامعة الأنبار من بعد نقلها من موقع بغداد. بداية عن تقييم الدراسة في كلية القانون والعلوم السياسية، طبعا الدراسة جيدة جدا من ناحية الأساتذة والطلاب، أي هناك تعاون بين الأستاذ والطالب في كلية القانون والعلوم السياسية، وجهود مبذولة قيمة من قبل الأساتذة من كل الطرفين سواء كان كلية القانون والعلوم السياسية. الواقع الخدمي في كلية القانون والعلوم السياسية أو جامعة الأنبار بشكل عام، مثل ما تعرف أنه أكو تعاون كذلك، حتى أنه بعض مراحل العلوم السياسية الطلبة هم يعني بعد رجوع الكلية قاموا بسبب يعني حملات تطوعية. نعم، حملات تطوعية قامت كلية القانون والعلوم السياسية اللي تقدمه من خلال الدراسات يعني إلى محافظة الأنبار خلال الندوات اللي أقامتها كلية القانون والعلوم السياسية حول مثلا موضوع الأمن في محافظة الأنبار. نحن يعني كأكاديميون نحاول نقدم شيء من خلال دراستنا عن يعني هذا الواقع إن شاء الله. Thank you.
حقيقة ما تشهده الجامعة الأنبار من تطور علمي واضح وملحوظ على مستوى جامعة الأنبار وقسم القانون والعلوم السياسية بوجود كادر تدريسي ممتاز وإدخال مناهج جديدة وعمل كثير من الندوات والتقارير، وجود كادر تدريسي بعد إن كان كادر مقسوم على قسمين كركوك وأبو غريب، بعد الرجوع أصبح تمتلك كلية قدر كافي من التدريسين، ومع إعادة ترميم المكاتب المكتبة المركزية ومكتبة القانون والعلوم السياسية بجهود فردية ذاتية، حيث قام الأساتذة والطلاب بجمع العديد من الكتب بدل التالفة وفتح تلك المكاتب. ونتمنى من الحكومة بأن تسعى إلى دعم تلك المؤسسات ودعم خريجين الجامعة بالعمل في مرافق الدولة، وفتح آفاق جديدة لنتمكن من العمل في اختصاصنا، وهناك خريجين كثر مع أزمة المحافظة تعرض إلى فساد إداري وركود في مجال التخصص. نتمنى أن تفتح لنا مجال في تخصصنا العمل من الطلاب، هناك دفع كثيرة تخرجت تحتاج يمكنها المساهمة بشكل فعال وكبير في إحياء ما شهدت المحافظة وإنشاء أفكار سليمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا المخصصة لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد مع حلقة أخرى وكلية أخرى من كلية جامعة الأنبار. في الختام تقبلوا تحياتي أنا وميض الوردي وكادر العمل. إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه.